هذه شوارع البيضاء متلاة عن آخرها في مسيرة شعبية بيضاء. 28 من نوفمبر 2010، المغاربة يحتفلون بعيد وطني بكل معاني والمقاييس. الكل التقى في مدينة الدار البيضاء بشارع محمد السادس. شعارات عديدة وصوت واحد، مركزية نقابية وأحزاب سياسية، منظمات حقوقية، جمعيات المجتمع المدني، مواطنون ومواطنات من جميع جهات المملكة، من قرى ومداشر ومدن عتيقة، من وجدة إلى غربها ومن طنجة إلى القويرة، انصهرت في جسد واحد لتأتي هذه المسيرة. الصحراء مغربية، لا تضليل ولا تعمية، لن نركع، الاستعمار لن يرجع. شعارات ضمن الشعارات العديدة التي رفعها المشاركون في أضخم مسيرة في تاريخ النضال المغربي، إلا أن أحد الهيئات المشاركة اختاروا أذكارا دينية ودعاء لله سبحانه وتعالى راجين الاستجابة والقبول. الصحراء مغربية دائما وغتبقى مغربية إن شاء الله تعالى، راضي من راضي وأبى من أبى إن شاء الله. أخنا في الصحراء اللي الآن يقاومون يناضلون من أجل رفع الغرامة المغربية عاليا، رغم أن هذه الأحداث الأليمة اللي وقعت استغلوها الأعداء ديال الوحدة الوطنية، استغلوها أحزاب أجنبية من أجل انتخابات خسيسة. جمعية كشافات المغرب اليوم تشارك في هذا العيد، في هذا الاحتفال، في هذا الصرخة الوطنية من أجل إعلاء كرامة كل المغاربة، والحمد لله رب العالمين. مسيرة شعبية وطنية بيضاء، ذكرى لكل الأجيال، ذكرتنا بطلائع الأمس في المسيرة الخضراء. 28 من نوفمبر 2010 ستظل سنة حميدة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. نحن دائما مستعدين.